بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. انا اسمي دكتور مصطفى سليمان، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه بجامعه عين شمس، واتشرف النهارده بحضور المؤتمر الخامس للاي في سي باسكندريه. واحب اشكر طبعا القائمين على المؤتمر وعلى المنظمين وعلى الشركه المنظمه، تنظيم هايل جدا واداء علمي رفيع وحضور متميز طبعا لكل الناس. انا احب اتكلم زمايلي الدكاتره في الفاسكولار ايميجنج تريتوري، والفاسكولار ايميجنج دي هي هاو تو انفستيجيت الارتيريال سيستم اند فينوس سيستم في حالات الفاسكولار ديزيزز. بالنسبه للفاسكولار ايميجنج موداليتيز، اهمها طبعا واولها هو الدوبلكس سكاننج. Duplex scanning is an ultrasound investigative technique. It is non-invasive, non-harmful technique, non-contrast, with a repeatable technique وسهل جدا، ونقدر نعمله bedside ونقدر نعمله في المستشفى أو في radiology center، وده بيشخص حاجات كتير جدا في الفاسكولار ديزيزز سواء arterial أو venous. واهم حاجه معلومات بيقولها لنا هي البيتنسي اوف ذا لومن، ثيكنينج اوف ذا وول، ديزيزز اوف ذا وول، اند فلو اند باترن اوف فلو، فيلوسيتي اند ريزيستنس اوف بلاد فلو ان ذا لومن اوف ذا بلاد فيسل. وده حاجه سهله جدا ورخيصه، ونقدر نكررها كل شويه للفولو اب بتاع البيشنتس. طبعا ده بنستعمله في الاوكلوسيف ديزيزز، يقدر يشخص اوكلوسيف ديزيزز، يقدر يشخص انيوريزمال ديزيزز، يقدر يشخص اكيوت امبوليزم، يشخص اكيوت ثرومبوزز، يقدر يشخص الفينوس ديزيزز من ناحيه البيتنسي ومن ناحيه الريفلكس ومن ناحيه الفانكشن اوف ذا فالفز. مفيد جدا في الحالات اللي زي كده. تاني ستيب من الفاسكولار ايميجنج هي الانفيسيف تكنيكس او الانجيوجرامز. والانجيوجرامز دي طبعا كان في زمان بنستعمل الكونفنشنال ميثودز اوف انجيوجرامز اللي هي دايركت بانكشر اوف ذا ارتيريال تريتوري اللي احنا عايزين نصورها. دلوقتي بقينا استغنينا عنها وبنعمل المالتي سلايس كومبيوتد توموجرافي او سي تي سكاننج اوف ذا ارتريز يوزنج كونتراست نون ايونيك كونتراست، وده بيقدر يعمل لي تصوير جيد جدا لليومن اوف ذا ارتيريال تري، لكن ما بيدينيش فكره كويسه قوي عن الوول اند ثيكنس اند وول نيتشر او وول ديزيزز، لكن بيصور لي اليومن كويس قوي، فاذا بيوريني اللي هو البيتنسي والسايتس اوف اوكلوجن او سايتس اوف ديزيزز. مميزاته ايه السي تي سكاننج؟ ان انا بقدر اعمل بيه اشوف بيه بانوراميك فيوز لكل الارتيريال تري اوف ذا بادي من اول الهيد لحد التوز. بقدر اعمل حاجه اسمها ريموديلنج او كونفيجريشن سوفت وير كونفيجريشن، بحيث ان انا اشوف بانوراميك فيو لكل الارتيريال تري، ودي بتدي صوره جلوبال للارتيريال سيركيليشن في كل الجسم، ودي حاجه مهمه جدا عشان اشوف كل اجزاء الجسم في وقت واحد بصوره واحده. ولكن مشكلته ان هو طبعا في كونتراست انجكشن ومكلف شويه. الكونتراست طبعا لان معظم المرضى بتوعنا بيبقوا دايابيتكس، وبالتالي الكونتراست نيفروباثي بنخاف منها جدا بالرغم ان احنا بنستعمل نون ايونيك كونتراست. وبالتالي ظهر النيو موداليتي بعد كده اللي هي الكربون دايوكسيد ايميجنج، يعني بعمل باستخدام بدل الكونتراست ماتيريال بستخدم كربون دايوكسيد واقدر اصور بيها، وتز هارمليس ماتيريال ونون انفيزيف تكنيك في نفس الوقت، ولكن هو ستيل مش متوفر في كل الاماكن. في موداليتي اخرى اسمها الام ار اي او ام ار اي اللي هي ماجنتيك ريزونانس ارتيريوجرافي، وده نقدر نستعمله بلين وذاوت كونتراست، او نقدر نستعمله بجادولينيوم، والجادولينيوم يعني ات از ليتل بيت هارمفول ولكن ليس هارمفول ذان ذا كونتراست يوزد ان ذا سي تي سكاننج. الام ار اي كمان مفيد لان انا بقدر ان انا اشوف بانوراميك فيو، ودي من اهم مميزاته برضه زي السي تي، وبقدر اشوف كمان السوفت تيشو معاه اللي جنب وحوالين الارتيريال تري. عيبه برضه ان انا الماتيريال اللي بستخدمها اسمها برضه كونتراست ولها برضه بعض الهارمفول افكتس. الحاجه الثانيه ان هو ات از نوت فيري اكوريت ان ذا فيري ديستال ارتيريال تريز ان ذا هاندز اور ان ذا ليجز. سو ذا بيست سيف موداليتي از ذا دوبلكس سكاننج، and the most accurate is a CT scanning, and the safe CT scan now is used as CT with carbon dioxide scan. Thank you.